الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ سيجيب المصنف بقوله: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: هو دائم في حق من هو كافر، قالوا ومنقطع لأهل ديانتي. وهذا هو الصواب إن شاء الله، وعليه أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك هل عذاب القبر دائم أو منقطع، فقل هو دائم على من ليس معه أصل الإيمان والإسلام، ومنقطع عن من معه أصل الإيمان والإسلام. فإذا هو دائم على الكفار الكفر الأكبر، والمشركين الشرك الأكبر، والمنافقين النفاق الأكبر، والظلم والفساق الظلم الأكبر والفسق الأكبر، ولكنه منقطع عن أهل الكبائر. بل إن عذاب أهل الكبائر في قبورهم يعتبر ماذا؟ من جملة المكفرات التي ستخفف عنهم حسابهم يوم القيامة. فقد يموت الإنسان وهو زان فيعذب على زناه في قبره، ويحشر يوم القيامة وليس بزان، لا يحاسب على الزنا يوم القيامة، لأن عذابه في القبر الذي مسه طهره. نسأل الله أن يكفر عنا بلا عذاب، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا البيت يتكلم عن هذه المسألة. طيب، هل عذاب القبر سيكون على الجسد أو على الروح؟ سيجيب المصنف بقوله: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: ويكون للأرواح والأبدان، أي فكلاهما متعذب بسوية. وهذا قول أهل السنة والجماعة. أنتم معي ولا لا؟ كم قسمنا الدور إلى كم قسم؟ الدنيا، البرزخ، الآخر. انتبهوا لي. أما العذاب في الدنيا فهو على الجسد أصالة، وتدخل معه الروح تبعا. انتبه، العذاب والنعيم في الدنيا، العذاب والنعيم في الدنيا على الجسد أصالة، والروح تدخل معه. وأما في الآخرة فالعذاب والنعيم على الروح وعلى الجسد معا بسوية. وأما في دار البرزخ فالعذاب والنعيم للروح أصالة، ويتصل معها الجسد فيتألم بألمها أو يتنعم بنعيمها. فإذن إذا قيل لك هل عذاب القبر على الروح أو على الجسد في البرزخ، فقل هو على الروح أصالة والجسد تبعا. فإذن الروح والجسد كل منهما يأخذ حظه من العذاب في القبر أو النعيم فيه. هذا الذي دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. فإن قلت: أولسنا إذا فتحنا قبر المؤمن لم نر نعيما، وإذا فتحنا قبر الكافر لم نر ضيقا ولا اختلاف أضلاع ولا جحيما، فكيف نجيب عن ذلك؟ بأنها من أحكام البرزخ الغيبية التي لا يمكن لأهل الدنيا ما داموا فيها أن يحسوا بها. طيب، هل الروح تفنى وتموت أو لا تفنى ولا تموت؟ أجاب الناظم عن ذلك بقوله: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: والروح لا تفنى، ولكن موتها إن قيل قد ماتت فراق الجثة. نعم، هل الروح تموت أو لا؟ وهل الروح تفنى أو لا؟ عندنا مسألتان: هل الروح تفنى؟ الجواب: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الروح لا تفنى، فالروح من جملة المخلوقات التي خلقها الله للبقاء لا للفناء، فهي كالعرش خلقه الله للبقاء لا للفناء، وكالقلم الذي كتبت به المقادير خلقه الله للبقاء لا للفناء، وكالجنة خلقها الله للبقاء لا للفناء، وكالنار خلقها الله للبقاء لا للفناء، وكالملائكة خلقها الله للبقاء لا للفناء. فالروح من جملة المخلوقات التي خلقها الله للبقاء لا للفناء. أنتم معي بهذا؟ فإذن هي لا تفنى. طيب، هل هي تموت؟ الجواب: انتبه، قالوا تموت ولا تموت على حسب التفصيل الذي ذكره الناظم، وذلك يختلف باختلاف معنى الموت الذي تريده أنت. هل تقصد بموتها تلاشيها وفنائها الفناء المطلق وكأنها لم توجد أبدا؟ فإن كنت تقصد بهل الروح تموت فأي فناؤها، فإنها لا تموت على هذا المعنى. فالروح لا تموت بمعنى أنها لا تفنى. ماشي دكتور هارون؟ إذن الروح لا تموت بمعنى أنها لا تفنى. فإذا كان قصدك بقولك إنها تموت بمعنى أنها تفنى، فنحن نخالفك في ذلك، فالروح من جملة المخلوقات التي خلقت للبقاء لا للفناء.
ولكن بعض الناس يقول الروح تموت ويجعل موتها مجرد مفارقة الجسد، فإذا كنت تقصد بموت الروح مفارقتها للجسد فلا بأس أن تصفها بأنها ميتة، فقل ماتت روحه بمعنى فارقت جسده، لكن إياك أن تقول ماتت روحه وتقصد فناءها واضمحلالها وانعدامها. فإذا موت الروح مفارقتها لا فناؤها، موت الروح مفارقتها لا فناؤها. انتبه، أرواح المؤمنين والكفار أين تكون بعد مفارقة الجسد؟ سيجيبك الناظم بقوله أحسن الله إليكم قال وفقه الله: وتكون في نار اللظى من كافر، لكن أرواح التقاة بجنة. إذن أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، كما دلت على ذلك الأدلة التي ذكرت لكم طرفا منها: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وقبل ذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإذا أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، وتتفاوت أرواح المؤمنين في الجنة على حسب تفاوت درجاتهم، وأعلى ذلك أرواح الأنبياء، ثم بعد ذلك أرواح الصديقين والشهداء. في سنن الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن أي روحه طير يعلق في أشجار الجنة حتى يعيده الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. نسمة المؤمن طير يعلق في أشجار الجنة حتى يعيده الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، إلى آخر الحديث. فإذا أرواح المؤمنين وإن كانت في الجنة إلا أنها ليست في رتبة أو منزلة واحدة، وإنما تتفاوت أرواحهم على حسب تفاوت توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم. وأما أرواح الكفار فهي في النار، وهي أيضا تتفاوت في دركاتها على حسب كفرهم وإجرامهم. نسأل الله ألا يقبض أرواحنا إلا وهو راض عنا، آمين. نعم، عندنا مسألة وهي البعث والأحكام فيه. فيك حيل؟ أنا انتهينا ترى 50 بيتا. لا نمشي، ماشي امشي امشي. أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى: والبعث حق واقع دون امترا، فيقوم أموات القبور بلحظة غرلا حفاة لا ثياب عليهم، فالهول أعظم من أمور العورة. الله. برهانه الوحيان مع إقسامه بوقوعه وعموم وصف القدرة. أوليس من خلق السماء بقادر أن يحيي الموتى؟ بلى وبقوة. الله. أوليس قد أحيى الذين أماتهم؟ أوليس يحيي الأرض بعد الموتة؟ نعم. أوليس من بدأ الخليقة قادر من باب أولى يا فتى بإعادة؟ نعم، هذه قضية من مقتضيات اليوم الآخر، وهي قضية البعث، وهي ومعنى البعث خروج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. وقد ذكر لك الأدلة الدالة على هذا الأمر العقدي العظيم، فقال: برهانه الوحيان مع إقسامه بوقوعه، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ثم قال: وعموم وصف القدرة، فكل دليل يدل على أن الله على كل شيء قدير فهو دليل على إمكان البعث، فالبعث شيء من الأشياء، فما الذي يخرجه عن عموم قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله هو القدير القادر المقتدر اسما وذو القدرة المتناهية وصفا، فما الذي يخرج البعث عن هذه الكلية العامة؟ هذا الدليل الثاني. ثم قال بعد ذلك: أوليس من خلق السماء بقادر أن يحيي الموتى؟ بلى وبقوتي. هذا دليل عقلي يسميه الأصوليون القياس الأولوي، وهي الاستدلال بالقدرة التامة على إيجاد الأشياء الكبيرة بالقدرة التامة من باب أولى على إيجاد الأشياء الصغيرة.
ما رأيك لو أنك أتيت إلى شركة مقاولات تبني ناطحات سحاب وقلت لهم أو تستطيعون أن تبنوا غرفة صغيرة في مزرعة؟ ماذا سيقول لك مدير المؤسسة؟ سيقول شوف واحد منا يطلع قبل أن يقتل الآخر، إما أن تخرج أنت أو أنا أقدم استقالتي وأخرج. تسأل عن قدرتنا عن بناء غرفة صغيرة في مزرعة وأنت ترى أننا نبني السحاب الناطحات التي تناطح السحاب بقوتها وطولها. فالذي قدر القدرة الكاملة على إيجاد الأشياء الكبيرة قادر القدرة التامة على إيجاد الأشياء الصغيرة. فمن الذي خلق السماوات؟ الله. من الذي خلق الشمس على كبرها وضخامتها؟ الله. الأرض؟ الله. الذي خلق هذه الأشياء كلها عاجز يا ابن آدم على أن يرد تلك العظيمات الصغيرة لبعضها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إي والله الإنسان ظلوم، الإنسان كفور. ولذلك الله عز وجل استدل على ذلك بقوله وضرب لنا مثلا، عفوا في هذا اتركه، في قوله عز وجل في قول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ولذلك لما استكثر الناس على قدرة الله أن خلق عيسى من أم بلا أب، قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني تستغربون أن أوجدت بعض مخلوقاتي على خلاف السنة الكونية الجارية مني، وتلك السماوات ما استغربت أني خلقتها؟ قال الله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى. نعم. ثم ذكر دليلا آخر في قوله أوليس قد أحيى الذين أماتهم، هذا من الأدلة الدالة على قدرة الله الكاملة على البعث، وهو أن أناسا ماتوا فأحياهم الله، بل وحيوانات ماتت وأعاد الله إحياءها، فالذي قدر على إحيائها الآن قادر على إحيائها يوم القيامة. من ذلك قصة البقرة، قصة غلام البقرة، أوليس قد مات؟ فقلنا اضربوه ببعضها، ثم قال كذلك يحيي الله الموتى. قادر القدرة الكاملة. لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى ليضيف عين اليقين لعلم اليقين، أنتم معي في هذا؟ ليضيف عين اليقين لعلم اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أي نظريا، ولكن ليطمئن قلبي أي من عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قطعهن ووزعهن على قمم الجبال ثم دعاهن فصار كل طير يخفق بجناحيه حتى وصل. من الذي أحياها؟ الله. فالذي أحياها قادر على أن يحيي الموتى. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله نعم أصبتم وأخطأت أنا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولقد سأل عزير ربه عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتعفن، وانظر إلى حمارك، حمار قد مات من 100 سنة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نعيد الحياة لها بعد أن كانت رميما. فرأى الحمار قام وهو ينهق فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر من الأدلة أيضا أوليس يحيي الأرض بعد الموتة، وهذا دليل حسي واقع. فالذي قادر القدرة الكاملة على إحياء الأرض بعد أن كانت ميتة قادر على أن يحيي الموتى وأن يخرجهم منها. الذي أخرج النبات من أرض قاحلة كانت صفراء لا تنظر لها العين ولا يتعشقها القلب، فلما ضربها الله بالمطر أنبت زرعها
حتى صارت جنة خضراء. من الذي أحياها؟ الله قادر على أن يحيي الموت. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وش قال بعد ذلك؟ كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد إماتتها قادر القدرة الكاملة على إحياء الموتى بعد موتها. ثم قال الناظم بعد ذلك: أوليس من بدأ الخليقة قادر من باب أولى يا فتى بإعادتي. وهو وجه واضح جدا، وهو أن من قدر على الابتداء قادر من باب أولى على الإعادة. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال الله عز وجل في سورة ياسين، إن لم أكن مخطئا يا شيخ هيثم، أذن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. بماذا استدل الله عليه؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فكأن الوحي يقول: لو أن هذا فكر كيف أتى لما استعسر عقله الإيمان بما هو آت. أنتم معي في هذا؟ دليل واضح جدا، وهو الاستدلاء بالمبدأ على المعاد. اسمع ماذا قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما رأيكم في إنسان كلفناه بصناعة جهاز فصار يجمع أجهزته ليصنع جهازا، فصنعه أول مرة ثم فككنا هذا الجهاز ورميناه في ثنايا الحجرة وقلنا أعد صناعته، فأيهما أعسر عليه، ابتداء الصناعة أو الإعادة؟ فخاطب الابتداء، أيهما أهون عليه، الابتداء ولا الإعادة؟ الإعادة. فإذا خاطبنا الله عز وجل بما نعقله حسا، مع أن الابتداء والإعادة كلها هينة على الله. لكن إذا سئلتم من ابتدأكم تقولون الله. طيب هل يقدر الذي ابتدأكم على أن يعيدكم؟ يقولون لا. طيب يقول: هي أهون. فإذا كانت عقولكم تقر بأن الذي ابتدأكم هو الله، فلما لا تقر عقولكم بالأمر الهين؟ لأن الابتداء أعسر، يعني على حسب فهمكم أنتم، وإلا فابتداؤها وإعادتها كلها هينة على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لكن استعسر الإيمان عندهم في قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني إذا أكلتنا الأرض والدود وتفرقت أجزاؤنا فمن الذي يستطيع أن يعيدنا؟ لا يمكن أبدا. فقال الله عز وجل في أول سورة قاف، قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني جميع الجزئيات التي أكلتها الأرض عارفين ومكانها فيه، فإذا أردنا أن نجمعها أمرناها أن تجتمع، مجرد أمر. فهي وإن خفيت عليكم أنتم لكن ما يخفى موقعها. جزئية رأسك أين ذهبت؟ جزئية بطنك أين ذهبت؟ أنقصتك الأرض، لكن الله يعلم ما تنقص الأرض منك. ولذلك وقع هذا حقيقة في الدنيا، ووقع في حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه حقيقة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه فقال لبنيه: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فلما مات فعل به أبناؤه كذلك، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، فقال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، قال: قد غفرت لك. لما فعلت هذا؟ إذن قادر على أن يعيد هذه الأجزاء المتقطعة والأشلاء المتفرقة، فهي وإن عاجزت قدرتك أنت أيها الضعيف عنها فلا يعجز ذلك قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا الاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال واضح عقلي صحيح، ولكن أكثر الناس عقولهم في غفلة. ثم قال بعد ذلك: ثم
ولا خلاص؟ أوليس من بدأ الخليقة قادر من باب أولى يا فتى بإعادتي. هذه هي قضية من قضايا البعث، أو القضية الرابعة من قضايا البعث، أو الثالثة، ما أدري عن ترتيبكم أنتم، إيه بأدلتها. وأنا أشوف أن نقف عند هذا